السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا طلبة الصف الأول الإعدادي. How are you? Hopefully you are all okay and you are having a good time إن شاء الله. Today as you see here we have a new unit which is unit 4 lesson 1 and 2 اللي هي اسمها إيه؟ We are using technology. الوحدة جميلة بتتكلم على استخدام التكنولوجي. النهاردة اللي درسنا بسيط بيركز على فكرتين حلوين قوي بس الوحدة ككل لا فيها معلومات جميلة قوي. So let's get started. نتوكل على الله ونبدأ مع بعض. Number one here لما نيجي نبص كده هوت ان احنا ايه اللي هندرسه النهاردة. عندنا هنا في reading for طبعا specific information. عندنا في writing اللي هو writing دوت النهاردة هنعمل ايه وصف. Write about people what they are doing now using the present continuous. عايزين نعمل وصف للناس ما يفعلونه في الوقت الحالي. بعد كده عندنا language اللي هي اللغة بتاعتنا اللي هي الجرامر اللي هنستخدمه ايه present continuous النهارده ونستخدم there is و there are. وبعد كده البروبوزيشنز الحروف الجار بتاعت البليس اللي احنا بنعمل فيها تحديد لموقع لما تيجي تعمل عمليه ايدنتيفاي للوكيشن ايتم في لوكيشن مثلا عايز اعرف المكان ده فين لازم استخدم حرف جر. بعد كده جست ذا مين ايديا نوت عندنا ايدنتيفاينج جست مين ايديا عايزين نعرف الفكره الرئيسيه ايه. سو يلا بينا نبدا بس بيفور وي ستارت هنا عايزين نعرف الفوكابولري ذات وي ار جوينج تو يوز ان اور ليسن توداي. As you see we have here white board عندنا وايت بورد هنا اهوت اهيت تمام and then we have here يطلع ايه يطلع ايه دوت يطلع mp3 player mp3 player and then we have كل واحد عنده دلوقتي الايه tablet and printer. So whiteboard, mp3 player, tablet, printer. الجزء الثاني لابتوب كمبيوتر طبعا اتسمت ماوس عشان هي شبه الفاره فعلا ماوس ان خلاص كلنا معانا بقى الايه موبيل فون Finally, phone charger. Phone charger. So, نقولهم تاني كده. Laptop computer, mouse, mobile phone, and phone charger. Phone charger. دلوقتي عايزين نعمل ايه بقى؟ عايزين نعمل توصيل. Write the correct word next to the number. عندنا هنا صورة جميلة. في هنا 1 and 2. زي ما انت شايف في اتنين حاجتين هنا مع بعض اهوت. 3, 4, 5. 6 7 عندنا هنا وصف للصوره الجميله دي وات كان يو سي هير في هنا ايه في هنا ايه طب ما نشوفهم كده مع بعض عشان نوصل صح نمبر 1 از ها من هنا يا ذاتس رايت هتعمل عمليه توصيل يعني تطلع وايت بورد وايت بورد اند 2 نمبر 2 اتس فيري كلير دي ار tablets they are tablets 3 تطلع phone charger 4 حاجتين اتنين 4 هنا ها 4 yeah correct printers number 5 mp3 player And then number 6 هيطلع ايه number 6 هنا ده ها يطلع ايه يطلع يا correct mobile phone 7 ماوس and finally the king هنا اسمه ايه بقى laptop computer دول تاني مع بعض كده whiteboard phone charger mp3 player mouse tablets printers, mobile phone, laptop computer. طيب نعمل عملية تذكر مع بعض كده للبعض البريبوزيشن اللي عندنا زي next to, behind, in front of, under, and near. لما انت شايف كده near. لما اقول ايه the ball is near the box.
The ball is under the box. The ball is in front of the box. The ball is behind the box. The ball is next to the box. دولت حروف الجر اللي احنا ممكن نزود بالبوزيشن اللي بنستخدمها لما كنا بنعمل عمليه تحديد لموقع شيء. طبعا عندنا هنا ايه؟ Listen to the description of the classroom. هنعمل وصف هنا عندنا شوف كم صوره 1 2 3. قبل ما نعمل listening ونشوف which picture of them we are talking about ايه الصوره اللي بنتكلم عليها لازم الاول نوصف كل صوره يعني ايه هنا اهوت. What can you see in A? You can see laptop, yes, computer, and there is a printer, and جميل mobile phone, MP3 player. بس احنا لازم نحدد where موقعهم فين. لازم نقول مثلا ان البرينتر مثلا on the table مثلا or on the desk next to كده. خدنا بالنا هنا هوت في هنا حاجه زياده في هنا ايه charger but we don't have a ما عندناش ايه a printer في MP3 player برضو وفي ايه لابتوب هنا في حاجه زياده ده في ماوس ده واحد في two mobile phones البرينتر فين under the table تحت الترابيزه او الديسك اللي عندنا يبقى قبل ما تيجي تسمع دلوقتي لازم نوصف كل صوره قبل ما نسمع على اساس ان احنا نطلع الايه الصوره اللي موجوده عندنا المينا دي بتاعتنا هنا تحديد مكان الاشياء نسمع مع بعض There's a laptop computer on the table under the table there's a printer there isn't an MP3 player there are two mobile phones near the laptop has got a mouse which one B No, see. نشوفها مع بعض هنا تاني بيقول فيها ايه. There is a laptop computer on the table. حدد المكان on the table. Under the table there is a printer. تحت هوت. There isn't an MP3 player. There are two mobile phones near the laptop. The laptop has got a mouse. اللابتوب هنا في ايه؟ ماوس. طب تمام كده. طب نفتكر مع بعض كده. There is and there are. طبعا معروف ان there is singular there are للايه للبلورال طبعا في البوزيتيف اللي هي الاثبات يعني there is a printer negative there isn't a phone charger question is there an mp3 player is there an mp3 player طب لما نيجي نقول هنا there are يبقى there are two laptops there aren't any tablets are there any mobile phones are there any mobile phones يبقى احنا هنا مع بعض بنشوف ايه there is للسنجلر there are للايه للبلورال وفي النيجاتيف على طول بنحط not وفي الكويستشن is there او are there طب هنعمل وصف دلوقتي للصوره دي تاني عايزين نوصف هنا هنوصف نقول ايه try to describe حاول توصف هنا يعني there is a there are a كده حاول طبعا وتستخدم الايه preposition of place لازم كده لازم نجرب كده مع بعض طب نشوف يلا نسمع تمام شوف كده ديت بقول there is a laptop computer on the table تاني there is a printer next to the laptop there is an MP3 player near the mobile phone there aren't two mobile phones there isn't a mouse مفيش اي ماوس عندنا ولا اي حاجه خالص طبعا ممكن تقول فين الام بي 3 بلاير مكانه فين بالظبط نهوت هو زي ما قال لك near the mobile phone ممكن نقول هنا طب دوت فين مكانه بالظبط near كذا او next to كذا طب نشوف تاني هنا هوت look at the picture and complete the sentences with these words هنكمل مع بعض behind in front of near next to and under نشوف كده مع بعض اول صوره واول جمله هي اول جمله هنا the first sentence there is a mouse the laptop on the teacher's desk mouse there is a mouse هنا اهوت نقول في الماوس هنا ايه على طول near على طول ماوس بالقرب من ايه اللابتوب on the teacher's desk صح كده تمام الثانيه there is an mp3 player the laptop an mp3 player laptop على طول بنستخدم فيها هنا ايه تمام next to بجوار number 3 there is a phone charger
عندنا في شاحن جميل. فين بقى؟ اهو ورا اهو. ورا. اظن اتس كلير ناو. ها؟ behind a printer. behind a printer. طب number four, the whiteboard is the teacher's desk. طبعا واضحه جدا هي مش ممكن تبقى under, مش ممكن تبقى under, تبقى in front of, قدام, امام هنا اهوت. and finally اخر حاجه, there is a tablet. فين البوك؟ اه there is a tablet هنا under a book. there is a tablet under a book. نشوف الجزء الثاني, يقول لك match the verbs to the photos. استخدام بقى الكلمات الجديده النهارده اللي هنقولها. عندنا مثلا شوف كده next picture او next photo, thirdly and fourthly. طب ايه هي الكلمات بقى؟ شوف كده send a text message. send a text message. send بيرسل, text message الرساله اللي هي الايه؟ النصيه. click on the icon. tap on the icon. write an email. هنا على طول send تبقى clear, هي الصوره الثانيه picture number 2 او photo number 2. send text message. طب click on the icon, اهي كليك, بيعمل عمليه كليك هنا, كليك خاصه طبعا بالايه؟ كليك, الضغطه بتاعت الايه؟ الماوس دي, الفاره دي, كليك, يقول لك اعمل عليها كليك كده, هي دي كليك, عشان نفرق بينها وبين ايه اللي جايه دي اللي هي ايه؟ tap on the icon, صح كده؟ ما ننساش كليك, يقول لك اعمل ايه؟ اضغط كده كليك يمين وكليك شمال, اه صح, في الـ في الـ في اللابتوب لما تيجي تشتغل عليه او الكمبيوتر يقول لك كليك يمين, هي دي كليك هنا اهوت. اما تاب خاصه بالايه؟ بالشاشه بتاعتنا بتاعت السيلفون مثلا. اخر حاجه اللي هي ايه؟ رايت ان ايميل. رايت ان ايميل. يبقى دي الكلمات اللي موجوده عندنا النهارده. send a text message, click on the icon, tap on the icon, write an email. نكمل مع بعض. and ايه هي الكلمات؟ make a video, a video call, make a video call, send a photo, take a selfie, look at a website. طبعا لما نيجي نشوف كده مع بعض هنشوف هنا في ايه. make a video call number 7. as you see here هي بتلوح بايديها, she is waving وبتبتسم وبتتكلم. طب تانية send a photo, اهي الصورة بتاعت الايه؟ الكات, هي sending a photo, بيرسل هنا ايه؟ صورة على طول للقطة, هي قاعدة قدامه حاجة جميلة خالص. طب take a selfie, شايف الـ father and his son, زي ما انت شايف الابن بيعمل مع ابوه ايه؟ they are taking selfie. اخر حاجة اللي هي look at, yes that's correct, look at a website, look at a website. يبقى نقولهم تاني, make a video call, send a photo, take a selfie, look at a website, look at a website. طب احنا النهاردة اتكلمنا في ايه؟ في present continuous, اللي هو we use the present continuous to talk about things that are happening now. يعني بنستخدمه لوصف حاجه بتحصل دلوقتي, اللي هو ايه يا عم قول لنا؟ اللي هو في verb to be والاي ان جي, في verb to be والاي ان جي, يعني شكله مثلا ايوه I am doing my homework, first is making a video call, they are taking selfies. لما نيجي نبص هنا مع بعض, I am doing, first is making, they are taking, كل ديت هنا هو ايه؟ am is are verb plus ing. يبقى الفورم على طول هنا اهوت, ها اللي احنا نعمل ايه؟ am is are والverb فيه ing. يبقى نقول تاني ال present continuous هو زمن يستخدم to describe an action or thing that are happening now, ويستخدم لوصف افعال او اشياء تحدث الان. خلاص كده نشوف مع بعض match to make sentence. عايزين نعمل توصيل. شوف هنا I am playing, Ferris is doing his, they are looking, she is sending. طب at websites for information, computer studies homework, you a photo now, chess online. I am playing. I am playing اللي هي ايه؟ yes. I am playing chess online. I am playing chess online. Ferris is doing his, Ferris is doing his, is a computer studies homework, computer studies homework. they are looking, بيبصوا على ايه؟ ها على طول هي معروفه
look at websites for information. أخيرا she's sending you a photo. She's sending you a photo. طب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان في حاجة اسمها كليكيشن اللي هو الفعل اللي بيمشي مع الاسم، يعني في أفعال يعني أو في أسماء لازم يكون مع الفعل ده. احنا ده بنعمل الحاجة دي، يعني نيجي نبص كده هوم ورك، ده هنا اسم الفعل بتاعه دو بس كده. طب يعني بقول لك ايه تشيس، ها الفعل الفيرب بتاعه يبقى بلاي على طول، دي اسمها كليكيشن هنا هو. ها فانا نشوف الجزء الثاني. عندنا هنا وصف جميل للايه للصوره عندنا. As you see here عندنا what's happening in this picture، وصف جميل قوي قوي. Picture number one، a girl. A girl is what? What is she doing? تعمل ايه؟ Is she playing? Is she sleeping? لا طبعا، امال بتعمل ايه؟ قال لك she's reading a book. She's reading a book. Great. Okay. So and number two، عندنا two boys هنا بيعملوا ايه بقى؟ Two boys are بيعمل ايه هنا؟ Two boys هنا what؟ Are playing football. Two boys are playing football. ناخد بالنا، هتزود انت حاجه في بعض الطلبه لما نيجي نقول له اوصف اللي بيحصل هنا يقول لك ايه بلاي مش عارف كذا، بلاي فوتبول. ايه اللي ده؟ انت ما قلتليش جمله، انت قلت لي حاجه كده زي ايه حافظها، اه ده بلاي فوتبول. لا، بلاي فوتبول لازم قلت لي تو بويز ار بلاينج فوتبول. طب تو بويز هنا مفهوم ايه؟ نفس الفكره بس هنا ايه؟ ار بلاينج تشيس. تو بويز ار بلاينج تشيس. نمبر 4 عندنا البنت اللي هنا في رقم 4، what is she doing؟ بتعمل ايه؟ ها؟ She is ايه؟ ها؟ She is using a tablet. She is using a tablet. A girl is using a tablet. طب نكمل مع بعض الايه؟ الصورة تاني. نمبر 5 هنا بيعملوا ايه البنتين دولت؟ Are they studying؟ Are they reading? Are they? No. أمال بيعملوا إيه؟ على طول two boys are taking selfies. بيلتقطوا من إيه؟ الصور. نفسهم. طب number six. السرحان مع نفسه، العايش مع نفسه ده. بيعمل إيه؟ ها؟ نقول إيه؟ A boy is listening to music. خدوا بالكم يا شباب. وصف الصور بس لازم present إيه؟ continuous على طول. وصف الصور when you describe a photo على طول present continuous مضارع ايه مستمر. A boy is listening to music. هسيبك بقى كده تفكرني في نمبر 7. يلا give it a try. تمام تطلع. A boy is sending a text message. ده بيرسل رساله نصيه. A boy is sending a text message. درس كان محوره الجزئيتين دولت اللي هو بنعمل ايه؟ بعض reading note عشان نشوف بعض الانفورميشن اللي عندنا اللي هو talking about what people are doing باستخدام present continuous في الصور، وصف الصور. practice بنستخدم ال present continuous there is and there are في تحديد الايه؟ الحاجات هي preposition of place عشان نحدد موقع ايه؟ بعض الاشياء. وطبعا كان لازم نستمع للمين ايديا ونجيبها تاني. الفكره الرئيسيه في الدرسين دولت هم حاجتين اتنين اللي هو بعض عبارات وكلمات اللي بنستخدمها مع التكنولوجي زي ما قلناها النهارده الجديده، الكلمات دي لازم نعرفها الرئيسيه. حاجه ثانيه استخدام البريزنت كونتينوس لوصف الايه؟ تمام، وصف صوره او لتحديد ايه؟ حاجه بتحصل ايه؟ قدامك اهو في تقعد تتكلم فيها. طبعا ما ننساش اللوكيشن البروبوزيشن بتاع الايه اوف بليس، لازم نعرفهم ونستخدمهم لما نكون بنحدد موقع شيء. يعني حتى لما كنا بنتكلم على الصوره احنا ممكن نقول ايه؟ A boy is a مثلا is listening. He is مثلا he's behind او he's next to او he's a in front كده. ممكن استخدم الايه البريبوزيشن دي. اتمنى النهارده تكون الحصه كانت خفيفه وحازت على القبول، وان شاء الله next you see you next week ان شاء الله. كان معكم ياسر عرفات. السلام عليكم ورحمه الله.